كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة هنعمل ميك اب نهاري للعيد. عملنا ميك اب تقيل ومطرقع الفيديو اللي فات. الفيديو ده هنعمل ميك اب نهاري خفيف شوية بمنتجات اخف شوية على البشرة. تقدروا تعملوه بالنهار وانتم نازلين عادي، ده لو يعني نزلنا في العيد ان شاء الله. بس اول حاجة هبتدي بيها دلوقتي معاكم هي الوش. هبدأ في الوش على طول. اول حاجة هاخد المرطب بتاعي من ستيفز، هاخد منه حاجة بسيطة خالص كده وهبتدي ارطب وشي. ما تنسوش اهم حاجة برضو ترطبه تحت عينيكو عشان المكان ده اما بينشف بيخلي الكونسيلر او الفاونديشن يغير فبيبقى شكله مش حلو. كذلك هنا برضو نفس الحوار. بعد كده هبتدي على طول اخد البرايمر بتاعي من لوريال انفيلابول، احطها برضو هنا على مناطق التي زون. ده لو نازلين بالنهار عشان الحر او حاجة، لكن لو نازلين بقى متأخر او حاجة مش لازم البرايمر ده، يعني برضو لو نزلت مش عارفة انا بضايقكم او بضايق نفسي بقى مش عارفة. هسيبه يهدى شوية دقايق كده البرايمر، وبعد كده هبتدي احط الفاونديشن بتاعي. هناخد الفاونديشن النهاردة من بورجوا هيلث ماكس. الفاونديشن ده بالنسبة لي المفضل او هو الطب بالنسبة لي اما ببقى نازلة مستعجلة او حاجة، او الفاونديشن اليومي بتاعي هو الفاونديشن بتاع بورجوا هيلث ماكس. ده من اكتر الفاونديشنز اللي انا بحبها. كنت عملت له ريفيو في فيديو لوحده، هسيبه لكم فوق او هسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس. الفاونديشن ده من اكتر الفاونديشنز اللي بتخلي البشره صافيه ونضره من كتر الفيتامينز اللي فيه. زي ما قلت لكم فيه فيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين بي 5. الفتره اللي انا استخدمتها فيه كانت من احسن الفترات اللي بشرتي كانت حلوه ونضره فيها. دلوقتي هبتدي اخده معاكم. هنزل كام بامبايه كده، هبتدي اوزعه بايدي الاول وبعد كده هبتدي اوزعه بالبيوتي بلندر، او هوزعه ببرش الاول بعد كده بالبيوتي بلندر على حسب اللي معي. احنا ممكن ايه الفرشة اهي. خدوا بالكم ان هو خفيف، حتى لو حطيتي كمية كبيرة هو برضو خفيف، والبيوتي بلندر بتاكل منه او بتشرب بتمص معظمه. ده من الفاونديشنز اللي ممكن احطها تحت عيني دايركت عادي لان هو خفيف مش تقيل. بعد كده بقى هبتدي اخد البيوتي بلندر على طول اهي مبلولة او متندية وهبتدي اتابع عليه. مش دي البيوتي بلندر بتاعتي. بعد كده هجيب البيوتي بلندر بتاعتي وهبتدي اتاب عليه عشان ايه يتفرد معايا كويس. شايفين خفيف ازاي، ملمسه ناعم، مش الفول كافر، مش الحاجة التقيلة قوي اللي تضايقك وتحسي بيها. دلوقتي هاخد الكونسيلر ده من اماندا درجته واحد وهبتدي احطه تحت عينيا. دلوقتي بقى هبتدي اخد التنت بتاع بينفيت وهبتدي اوزعه هنا.
هبتدي ادمج اللي تحت عينيا كويس قوي، وهبتدي ادمج وشي كله مع بعضه، وهبتدي احط ايه اللوز باودر من اماندا الدرجة الشفافة او ترانسبيرنت تحت العين، وهحطها على الوش كله. شايفين بدمج الوش كله مع بعضه عشان خاطر ايه ما سيبش فراغات او التنت ما يبقاش باين قوي ان هو متحدد بعيد عن الكونسيلر والفاونديشن. خدت اللوز باودر اهي، وهبتدي استنوا اثبت الاول هنا، بعد كده اخد اللوز باودر بعد كده هاخد فرشه زي دي كده شايفين عامله ازاي، وهاخد الكونتور وهمشي بيه بشكل عشوائي على الوش كله، ادفي وشي كله بس. بعد كده هبتدي اخد درجه البلاشر دي رقم 147 من اماندا، وبنفس الفرشه اللي انا حطيت بيها الكونتور انا كده. يعتبر بالنسبه لي ان انا خلصت الوش كله. عايزه تحطي حاجه على عايزه تحطي اي شادو فوق العين براحتك، مش عايزه كده يبقى تمام قوي وهترسمي الحواجب والروج وبس او كده حلو او كده. بس انا دلوقتي هحط معاكم درجه اي شادو حتى واحده، هاخد الدرجه دي من الباليت بتاعه مورفي وهبتدي اتاب هنا كده. على الجفن المتحرك فوق بس، يعني انا ما طلعتش فوق، يعني اخري هنا هو كده حاجه بسيطه خالص اللي هي ما تبقاش باينه قوي. ممكن ناخد الدرجه الفاتحه دي ونحطها هنا كده. ممكن نعمل حاجة بسيطة برضو تحت العين، بعد كده بقى دلوقتي هبتدي ارسم الحواجب بجل الاي جيرل درجة دارك براون. حواجب قوي، انا بس يعني مليت الفراغات مش اكتر، لان انا مش عايزه اكتر من كده. شايفين يعني بمشي جوه الفراغ اللي جوه الشعرية ذات نفسه، لكن ما حددتش بقى زي ما برسم الحاجب مع لوك كامل. لو عايزين تشوفوا فيديو رسم الحواجب هسيبه لكم فوق او هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن بوكس برضو. هبدا اعمل الحاجب التاني. بعد كده هبتدي اخد الماسكارا من ايسنس.
بعد كده هاخد الكحل بتاع كيكو الاسود وهبتدي املى الفراغ اللي في عيني من فوق من هنا. صعبة دي، صعبة صعبة صعبة، بس يعني لازم عشان نداري الفراغ ده. هسيب عيني تهدى شوية من الكحل وهبتدي احط كحل بيج او فاتح بعد ما اخلص. بس سيب عيني تهدى شوية وهبتدي دلوقتي احط الروج. دلوقتي بقى هبتدي اخد الروج بتاعي، هاخده النهاردة على كشميرات شوية، هاخد الدرجة دي ممكن ادمجها مع البيج دي شوية مع الابيض. بس انا كده بالنسبه لي يعتبر خلصت خالص، بس اخر حاجه هعملها ان انا هاخد الهايلايتر ده من ارتيكو. اوبس، هو ده من ارتيكو، يعني هو حاجه خفيفه خالص يعتبر ما بتبانش. هاخد منه كده اهو، شايفين مكسره ازاي؟ شايفين حتى لمعته بسيطه، مش اوفر او شايفين اللوك في النهايه طالع سيمبل وبسيط. مش حاطين حاجات كتير، يعني ممكن اللي يكون كتير في الموضوع هو الهايلايت بس، يعني بس اللمعه بتاعته حتى بسيطه، مش باينه قوي زي ما هي باينه في الموبايل كده. بس كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. فيديو النهارده ميك اب نهاري، ممكن ميك اب نهاري تنزلي بيه في العيد، تنزلي بيه في اي وقت عادي. بس كده، يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم واستفدتوا منه حاجه. نسيت الكحل. لحظه واحده، هاخد الكحل بتاع النهارده، الكحل ده رميل صح؟ ده رميل. كحل بيج. وبس كده خلصنا اللوك بتاع النهارده. يا ربي فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه حاجه. استخدمنا ماتيريالز بسيطه، اسعارها مش غاليه قوي، اسعارها متهاوده بالنسبه للمعظم. بس كده، ويا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حاجه، وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب تحت القناه ولايك للفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.